أكيد رح ينام للصبح. خلي خالد تشوفه كل شوي. أوكي؟ لا لا بلا ما تضل خالد هون، أنا بقياني عنده الليلة. جوري أنت صار فيك تروحي هلأ، ما عاد إلك لزوم هون. ماشي. أنا خلص رح غير الدكتور تبع جهاد، كل شي صار بسببه. شو ما بيفهم كأنه؟ لا ولا شوي. شو صاير معك تولي؟ جهاد هو يلي عمل فيكي هيك؟ عن جد مسكين هالجهاد، يخرب بيتهم هالعالم، لو تأخرت عليه بس دقيقتين كان راح دعوسي تحت رجليهم. كيف بيجي من قلبهم يعملوا فيه هيك؟ هدول بشر ولا حيوانات؟ كان لازم تشتكي عليهم، انت ليه ما طلبت الشرطة؟ انت يمكن ما فهمتي القصة، حمدي ربك انه ما راحوا اشتكوا على جهاد هن، لانه طلع جهاد هو المتهجم على البنت وحاضنها، ويمكن استغفر الله مطول ايده، يعني تهمة التحرش لابسته. انت شو عم تحكي مجد؟ مستحيل، اكيد في سوء تفاهم بالموضوع. يعني جهاد ما بيعمل هيك، عن جد شي ما بيتصدق مجد. يكسر ايديهم ان شاء الله. شو هالعالم اللي نحن عايشين فيه؟ انتي هبله شي. ليش؟ لانه هي لازم تكون احلى ايامنا جوري، بس ما مبين هذا الشي عليك. انا قلت انه هي احلى ايام حياتنا، لانه كل يوم عم نقرب من موعد زواجنا انا وانتي. لك مجد بس لو مرة بحياتك حاول تفهمني، اليوم كان صعب علي كتير. لك شو بدك ياني اعمل عمر؟ بعد ما حاول يقتلني بدك ياني استسلم وامن بعواطف اخي جهاد تجاه جوري وخلي هالشي يتكرر معي؟ لنفترض اني قبلت، شو اعمل؟ بزوج البنت من جهاد بدل خطيبة مجد؟ خلص انت بتعرفي منيح شو قصدي تولي. لا انت ما قصدك شي، كل القصة انك حابب تلومني مو؟ بالاول قهرت جهاد لما شغلت مجد عندي، وهلأ عم بقهره اكتر لاني رحت زوجهم بايدي، ما هيك؟ تولي انسي جوري. انسي جوري انسي جوري، هي اكتر جملة عم بسمعها باخر فترة عمر. ليش حضرتك عم تخلي لي فرصة او مجال لانسى ست جوري؟ بترجاكي لا تضلي عم تعملي من جوري كبش فيدا، جهاد هو موضوعنا. قلي عمر هلأ انت عن جد ما عم تشوف؟ ما سمعت جوري وهي عم تتفشخر لما قالت جهاد عم يدور علي؟ انت مو ملاحظ انه واعية لكل شي؟ عارفان انه بيحبها وبتعرف انه متعلق فيها، بس بكامل ارادتها عم تعمل هيك. اسمع، انا ممكن اتعذب شوي بعلاج اخي جهاد، بس مالي عاجزة اني خلصه من مرضه بجوري، ورح اعمل هالشي عن قريب، رح خلصه من هالسوسة السخيفة اللي براسه. مستحيل تقدري، طول مانك مصممة تعملي من جوري شماعة تعلقي علي أخطائك ما رح تقدري تولي. إذا عن جد بدك تخلصي جهاد من العقد يلي موجودة فيه، بالأول لازم تتجاوزي سبب كل هاي العقد. لهيك حضرتك مجبورة تخلصي لجهاد من الحبس بغرفته ومن عجزه بالاختلاط مع الناس. يا تولي بفهميني، أنت ما عاد لازم تخجلي فيه، أنت لازم تدفشيه لبرا. بس مو ممكن تساوي هذا الشي باتهامك الدائم لجوري وتغييرك للدكتور كل شوي، أنت مستحيل تنجحي تولي. لو سمحتي بقى وثقي فيني بخصوص جهاد، رجاء لا تحاولي تخبي عني اي شيء، انا حابب ساعدك وبس. انا مالي بحاجة لمساعدتك هلأ، بدي وقت لارتاح عمر. توليب بس لمرة، لمرة، لمرة واحدة بحياتك اطلبي مني المساعدة وما رح اقول عنك انك ضعيفة. لو سمحت لا تضغط علي، أنا وضعي مو متحمل ومتوترة. جوري بغض النظر عن كل شي عم تفكري فيه براسك، لا تتباردي علي بيكون أحسن، لأنه أنا
لأنه أنا ما ضل عندي صبر لأتحمل مزاجيتك. اللي عملتي هيك بأخوكي. أخوكي لآخر عمره ما رح يكون ولد طبيعي، لأنه أنت يلي ما سمحتي له يكون طبيعي يا توليب. أنت وحدة مجنونة ومريضة. لأنه أنت يلي ما سمحتي له يكون طبيعي يا توليب. انتي وحدة مجنونة ومريضة.